بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، حياكم الله جميعا. الإجابة على إحدى الأسئلة المطروحة في بعض الفيديوهات لإحدى الأخوات: ما هو علاج سحر التصفيح بالنسبة للنساء وسحر الربط بالنسبة للرجال؟ لعلاج سحر التصفيح تأخذ 5 لتر من الماء، وتأخذ 7 ورقات سدر، وتقوم بطحنها جيدا أو دقها بين حجرين، وتضع هذا السدر في الماء، وتضيف إليه القليل من الملح الصخري. هذا الماء تقرأ عليه الفاتحة وصورة الكافرون وآية الكرسي والمعوذتين والإخلاص 3 مرات، وتقرأ آيات إبطال السحر الموجودة في كتاب الله. هذا الماء تستحم به لمدة 7 أيام، تستحم بهذا الماء المرقي لمدة 7 أيام، إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف يبطل سحر التصفيح وسوف يبطل سحر الربط، وكذلك الاستماع إلى الرقية الشرعية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف نعود قريبا ابتداء من 25 في هذا الشهر المبارك إن شاء الله للبث المباشر، وسوف نجيبكم إن شاء الله على أسئلتكم والتشخيص وعلاج الأمراض الروحية على المباشر بإذن الله تعالى. لا تنسوا نشر هذا الفيديو لكي تعم الفائدة، فالدال على الخير كفاعله. السلام عليكم.